كان شكلها كان طالع بره، لكن من الحماس طبعا ما حدش بقى واخد باله وهو واقف، وهو اكيد ما يقصدش محمد سمير، يعني اكيد ما يقصدش ان الكره تيجي في ايده، لان كانت سريعه ومن جيفرسون انكاده وبالقدم اليسرى، ما حدش يتوقعها. خلينا نشوف بقى الميني ماتش اللي ما بين رزق حمرون وما بين عمر رضوان. حمرون ورضوان، حمرون ورضوان، والدقيقه 19. حمرون ورضوان، يا ولد يا ولد يا ولد، رزق حمرون يتعادل لصالح نادي طلائع الجيش. رزق حمرون يحطها شومه في المرمى على يمين عمر رضوان، ويتعادل لنادي فاركو في الدقيقه 19. في الدقيقه 19، اي بدايه، اي بدايه. قلت لكم ان شاء الله هذا الاسبوع يتختم بشكل حلو. اول تلت ساعه هدفين، هدف للضيوف يرد اصحاب الارض بضغط كبير وضرب جزاء، وهدف التعادل اللي بيركنها بشكل رائع رزق حمرون. الجزائري يسجل هدف التعادل ويتساوى، يتساوى مع هل احمد شريف؟ لا ما يتساواش.